السلام عليكم ورحمة الله. الاسم كامل التلوع، عضو في حراك المواطنة حقي لن أتنازل عنه. اليوم نحن في ميدان الجزائر أقمنا مظلة توعوية، وهي تقع ضمن أنشطة حراكنا، وهي مظلة توعوية بالدرجة الأولى لتوعية المواطن بحق المواطنة وما للمواطن من حقوق وواجبات في هذه الدولة. بدأنا اليوم وسنستمر إن شاء الله في حدود 4 أو 5 أيام، والغرض والغاية كما أسلفت هي توعية المواطن التي هي إحدى أهداف الحراك.